انا هذا لقاء تواصلي، كانت نقل كنحاول نقل في عدد ديال الاقاليم ولا الجهات المملكه باش اولا نسمع للناس. انا كنائب برلماني كنعتبر بان من المهمه ديالي هي نسمع للناس، نسمع الانتقادات ديالهم الا كانوا متبعين شويه اللي كنحاولوا نديروا انا والشناوي جوج بينا في البرلمان هذه من الجهه، وثانيا كذلك ناخذ افكار لممارسه هذه المهمه ديالي كنائب برلماني. واكيد بان في هذه الفتره هذه كاين نقاش كنظن حول حمله المقاطعه، حول نقولوا الحلول للخروج من الازمه، وحنا كفدره اليسار عندنا بدائل فنحاول نقدمها ونتجاوب مع المواطنين ونشوف الاسئله ديالهم ونحاول نتفاعل معها. هذا هو الهدف من هذا اللقاء في مدينه اكادير اللي هي مدينه عزيزه عليا بزاف وعزيزه.